واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه ترى أتوى الدخان يلفها مثل الضباء، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. أما الأمر الثاني ألا وهو مما نحذر، للأسف هناك كثير من الكتاب أساءوا إلى التاريخ من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، وذلك من خلال أنهم يكتبون قصة، والمهم أن تكون هذه القصة جميلة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. وأحيانا قد يشاركهم البعض في أنه يروي هذه الروايات أو القصص الضعيفة بقصد التشويه، نعم يريد أن يشوه التاريخ، لا يريد أن يذكر تاريخا صحيحا وإنما يريد تاريخا مشوها، فلنكن على حذر. فعلى سبيل المثال للحصري، العقاد في عبقرياته، ونحن عندما نتكلم الآن عن بعض الأشخاص الذين قد لا يقبل الناس الكلام فيهم، نحن لا نريد الأشخاص، أكثرهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقد توفاهم الله تبارك وتعالى، فإحنا لا شأن لنا بالأشخاص، وإنما نتكلم عن المدارس، نتكلم عن الكتب، نتكلم عن المؤلفات لا عن الأشخاص، فكل بحسبه. فالعقاد على سبيل المثال في كتابه العبقريات، للأسف في هذا الكتاب أدخل كثيرا من الروايات الضعيفة بل المكذوبة التي لا تصح. نعم ساقه سياقا جميلا، هو صاحب قلم وله براعة في ذلك، ولكن هذا شيء والتاريخ الصحيح شيء آخر تماما. فكتاب العبقريات كمثال، أو كتب العبقريات لعباس محمود العقاد، يجب أن نتوقف عندها كثيرا وأن نحذر مما فيها لعدم اهتمام المؤلف رحمه الله بصحة ما يذكره في كتابه. مثال آخر، خالد محمد خالد رحمه الله، كذلك في كتابيه رجال حول الرسول والخلفاء أو خلفاء الرسول، كذلك في هذين الكتابين اهتم بجمال القصة ولم يهتم بصحتها أبدا، ولذلك نحذر عند قراءتنا لهذين الكتابين. طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى أو كتاب موقعة الجمل أو علي وبنوه، كل هذه الكتب كان طه حسين لا يسوق القصة الصحيحة غالبا وإنما يسوق لك قصة، المهم أنه ساقها وليس مهما أن ينظر في صحتها أو عدم صحتها. جورج زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي كذلك أساء كثيرا في هذا الكتاب لتاريخ المسلمين. وهناك كتب ينبغي أن نحذر منها، أولا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، هذا الكتاب أولا مؤلفه ليس بذاك الثقة عند أهل العلم بل هو متهم، ثم كذلك وأوجد أو وضع في هذا الكتاب كثيرا من الروايات الممجوجة المكذوبة على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، هذا الكتاب كذلك لا أسانيد فيه ولا خطامة له، ويسوق القصص لأنه كتاب في الأدب فيسوق القصص بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، وفيها كثير من القصص المكذوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة،
هذا الكتاب يجب علينا أن نحذر منه، لأنه مكذوب أولا ابتداء على ابن قتيبة، فابن قتيبة لم يؤلفه، وإنما ألف في زمن متأخر ونسب إلى ابن قتيبة كذبا وزورا، ودس فيه كثير من الكذب والتشويه لتاريخنا الإسلامي. كذلك كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، فهذا الكتاب كذلك يجب علينا أن نحذر منه لما لمؤلفه من ميول طائفية سيئة، ولذلك ساق فيه كثيرا من الأخبار التي تشوه صورة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك فلمن نقرأ؟ وهذا سؤال مطروح. هناك كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية للدكتور يحيى اليحيى، وهناك كتاب مرويات أبي مخنف من تاريخ الطبري كذلك للدكتور يحيى اليحيى. كتب الدكتور علي محمد الصلابي جيدة جدا، سواء في السيرة أو في الخلفاء الراشدين في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، كتبه يعني اعتنى بها وراعى فيها صحة الأسانيد من ضعفها كثيرا. كذلك تحقيق مواقف الصحابة من الفتن من تاريخ الطبري للدكتور محمد محزون، وكذلك عصر الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري دكتور حفظ الله، وكذلك مرويات خلافة معاوية من تاريخ الطبري الطبقات الكبرى لابن سعد، حيث إنه يسوق الروايات بأسانيده. كذلك كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة، كذلك كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي. هذه كتب لو حرص الإنسان على قراءتها لكانت كتبا نافعة، وهي كذلك شوها تاريخ المسلمين. نعم، شوها التاريخ، وشوهته أعني تاريخ المسلمين أيدي آثمة. هذه الأيدي الآثمة قصدت أن تسيء إلى الإسلام من خلال هذا التشويه الذي وقع. فمن ذلك التشويه الذي وقع في تاريخ أمتنا الإسلامية كمثال الاختلاق والكذب. نعم، الاختلاق والكذب، تختلق قصة، تختلق رواية، تختلق حادثة ما حدثت أبدا ولكنها تختلق. لماذا؟ لأجل تشويه هذا التاريخ. فمثال على ذلك يذكرون عن عائشة رضي الله عنها أنها لما مات رسول الله، لما مات علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وجاءها الخبر بموته سجدت لله شكرا. ماذا يقصد من هذه الرواية؟ إنه يقصد الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولمحاولة إقناع الناس بأن عائشة رضي الله عنها تكره عليا. كذلك لما قيل إن عائشة كانت تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، ونعثل هو عثمان رضي الله عنه. المهم أن لهم وسائل كثيرة لتشويه هذا التاريخ، نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ونتمها بعد فاصل